يا حسنين يا حسنين، انت يا حسنين. نعمين يا عم ابراهيم، انا هو نظفت الحاجات اللي في البدروم. ايوه يا عم ابراهيم، ايه الكركب دي كلها يا خال؟ منبيعهم ونروق المكان ونخف. اياك حسك عينك تقول كده قدام الملك يتبعك. يالا الملك ما بيحب سيرة البيع او يفرط في حاجة بتاعته، انت فهمني. اياك قصدي يعني بدل التنظيف وقطمة الوسط دي فيها حاجات من ايام الملك احمص. بس سيبك ياض، عجبتني والله وانت قاعد على الشجرة كده زي الزنهار. ايوه كده. هو بيضحك على ايه يا عم ابراهيم؟ اصله بيحب يسمع نشرة اخبار تسعة. وهي النشرة فيها حاجة تضحك برضو؟ مزاجه كده، كيفه كده. انجر افتح الباب شوف مين. حمامي. مساء الخير. خالي شحاته موجود؟ ايوه موجود، اتفضل. مين يا حسنين؟ شوكت بيه. ازيك يا شوكت بيه؟ اهلا وسهلا، عايز اشوف خالي عم ابراهيم. الملك مش موجود يا شوكت بيه. يا عم ابراهيم عيب كده، ده خالي ومن حق اشوفه. ثم البني ادم اللي هناك ده قال لي انه موجود، وهو صوته هنا سامعه. بس من غير غلط، ما تقولش بني ادم، انا حسنين. انت عارف عوايد الملك، نشر التسعة ما فيهاش مقابلات، واني عبد المأمور. يعني ايه مش هشوف خالي؟ يرضي مين ده تمنعني ان اشوفه؟ الله الله الله، هو انا اللي منعتك؟ الملك هو اللي منع. في ايه يا ابراهيم؟ كم مرة قلت ان السرايا تبقى هادية وانا بتفرج على النشرة؟ تاسي شوكت به يا ملك. شوكت؟ عايز ايه يا شوكت؟ وحشتنا يا خالي، قلت عدي اسلم عليك. وحشتك الساعة 9 بالليل. قول لي يا شوكت دغري، عايز ايه؟ يعني يا خالي ينفع نتكلم لوحدنا؟ روح ابراهيم اعمل لي شاي. انت انت اسمه ايه البني ادم ده يا ابراهيم؟ حسنين يا مالي. بكره الصبح عايزك من بدري على الشجره، فاهمني؟ حاضر يا مالي. خير يا سي شوكت؟ امك عامله ايه؟ امي تعيش انت من 5 سنين يا خالي. وابوك لسه شغال في شركه البترول؟ ابويا طلع معاش بقى وفتح مشروع على الضيق كده يعني. بيكسبوا بتوع البترول، هم قاعدين على مكاتبهم مش زينا، شقة وتعب وهم ووجع قلب. قلت لي عايز ايه يا شوكت؟ يا خالي انا كنت عايز خلخل ركبك يا بعيد. خالي خالي خالي، اسم الملك لخص قول. يا ملك انا عايز افتح مشروع صغير ابدا بيه حياتي كده. وطبعا عايز قرشين تبدا بيهم المشروع، وهتسددهم اول ما المشروع ينجح والدنيا تزهزه، مش كده؟ هو ده بالظبط. منين يا شوكت؟ منين؟ ها؟ اديك شايف يا ملك، ربنا يزيدك. مصنع المعسل شغال نار، هو في قهوه ما فيهاش معسل شحاته الاصلي. قوم يا شوكت قوم. قامت قيامتك؟ انت جاي تطلب مساعده ولا جاي تقر عليا؟ يا خالي انا خلل في دروسك، كلكم طمعانين فيا، كلكم مستنيين لحظه موتي عشان تورثوا. يعني هتعمل ايه بالفلوس دي كلها يا خالي؟ احنا عيلتك برضو. الملك ملوش عيله. اطلع بره هلا، اطلع بره. يا رجلي، يا دراعي، يا عيني، يا رجلي، يا دراعي. مش قادرة يا حنفي. ولا انا، الاسطى محسن ده ايده طرش قوي. كل الولية عواطف، سنانها زي الموس. انت بتضرب بالروسية يا حنفي؟ شفتها شفتها يا اختي، مش هي دي اللي كنت بتدافع عنها؟ يا ما قلتلك خلينا في حالنا. الولية شافتني بضرب جوزها اتهبشت. يا رقبتي. عشان لما أقولك ابعدي عن حاجة تسمعي الكلام يا نجاح. أدينا رقدنا في السرير. بس ورحمة بابا، ورحمة بابا مش هسكت لهم. المحضر هيمشي. شلها يا محضر. يا نجاح اسمعي كلامي مرة واحدة، أبوس شرابي. ألو؟ أيوة يا معلم شقمندي. لا 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 لا، انا اتزحلقت بس من على السلم. سليمه سليمه الحمد لله. الكونتينر وصل السويس، هسافر بكره اخلصه في الجمارك. ما تقلقش، كتر خيرك. الله يسلمك يا معلم. لا لا مش مستاهله، انا كويسه. بكره هكون في المينا ان شاء الله. خلصه يا معلم، مع السلامه. السلام. هتسافر ازاي وانت متشلفاطة كده؟ لازم اخلص جمرك الكونتينر. يا صوابعي. نجاح يا نجاح. ايوه يا حنا. نفسي في حواوشي. يا كتفي. يا
يا سلام يا مخلص على الهدوء، يا سلام، حاجة ترجع الواحد شباب والله. يا ملك انت طول عمرك شباب، احنا بقى اللي عجزنا. امسك الخشب يا مخلص، امسك الخشب ابني، مش كده، مش في وشي، استغفر الله العظيم يا رب. يا ملك ربنا يديك الصحة، مزارع الدوم بتاعتنا هنا في الوادي الجديد او اسوان ما شاء الله عمالة تكبر وتتوسع، وانتاجنا مسيطر على السوق كله. وانت مش عايزه يسيطر يا مخلص؟ يا ابني افهم، احنا يا دوب يا مخلص في بداية مشروعنا الكبير، حلم عمري، مليون شجر الدوم. يا مخلص، حلم. بس كده الانتاج هيفيد عن السوق المحلي، ما نفتح باب التصدير يا ملك. باب ايه وشباك ايه؟ الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. الناس الامريكان دول فاكرين نفسهم فاهمين كل حاجة وعارفين كل حاجة، مش عايز منهم حاجة. ربنا يخلي سنان عيالنا. يعني لو جبت عيل فرنساوي ولا امريكاني وقلت له خد يا هلا ارقب في الدومة دي، هيقدر؟ وشرفك سنانه هتقع من اول لحظه. يا مخلص احنا شعب سنانه بتعمل المعجزات. طب ما نفتح باب عصير الدوم ده، لا في امريكان ولا اسبان، العصير ده بدا يتعرف والناس الهاي بتشربه من باب انه فول كلور. فول كلور ايه وكلور ايه؟ لما تيجي تبيع حاجه يا مخلص بيعها على قد تبها. الناس اللي بتشرب عصير الدوم دول زي اللي بيشربوا معسل دلع الهوانم، كبرهم يرصوا حجرين وصدرهم يقفل. احنا هدفنا القطاع العريض من المستهلكين، القطاع اللي صدره يستحمل معسل شحاطه الاصلي واسنانه تستحمل نشفان الدوم. في ايه يا مخلص؟ الشغيله دول عاملين قلق ليه؟ يا حاج شحاته، يا حاج شحاته، حاج في عينيك، شايفني بوزع سبح ولا طواقي وسجاجيد؟ ايه يا مخلص؟ ايه ده؟ الناس دي هتتعلم امتى؟ اتكلم بادب واحترام، الملك شحاته هيسمع. يا ملك احنا بنشتغل من الموسم للموسم، وكلك نظر، الدنيا بقت حريقه. حريقه فين؟ حد يتصل من المطافي؟ انتوا عارفين شجره الدوم بتطرح بعد قد ايه؟ بعد 30 سنه. شاه عمري بيضيع يا عالم. لا مفيش حريقه في المزرعه. يعني المزرعه بخير؟ احمدك يا رب، احمدك يا رب، الحمد وشكر ليك. امال في ايه؟ ها جاتك حريقه في شعر دقنك يا بيه؟ البنزين بقى غالي، والخضار بقى غالي، والمواصلات بقت غاليه، والمعايش بقت صعبه. ايوه انا مالي يعني، الناس دي مش بتقبض يا مخلص؟ بيقبضوا يا ملك. عايزين ايه تاني؟ عايزين نسبه من الارباح. قرب كده، قرب كمان. انت مين؟ لا 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 لا، بلاش، مش عايز اعرف، اسكت خالص، ما اسمعش حسك. ارباح ايه يا علي؟ احنا بنتعب ونشقى وبناخد ملاليم، احنا لينا حق في النخل دي. كسر حقك. حق ايه يا ابو حق؟ حقك بتاخده والدفاتر موجوده وبتقول كده. بس احنا بنتعب قوي و مخلص. الواد ده شكله شيوعي. ما بقاش فيه شيوعيين في البلد يا ملك. يبقى اشتراكي. دول بقى مش موجودين غير في قهوه وسط البلد يا ملك. امال ايه يا مخلص؟ شكله أناركي يا ملك. أناركي؟ سمعتها في التلفزيون. أنا أناركي اللي هو فوضوي، الشعب كله بقى فوضوي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. يعني جايين تعترضوا على رزق ربنا اللي بيبعته ليكوا، ومخليين واحد والعياذ بالله أناركي. أناركي يا ملك، أناركي. أناركي، أنا مخليين واحد أناركي. استغفروا ربنا قبل ما النعمة تزول من إيديكم على إيد الأناركي. يا مخلص كل شغيلة تزودهم 2 جنيه في اليومية، وتزود حصتهم من هدية الدوم ربع كيلو. إيه شمالك، ربنا يكرمك يا مالك، ربنا يكرمك. إنما عدو ربنا ده الأناركي طلعوا برا المزرعة، مش عايز غضب ربنا ينزل علي وعلى الناس الشغيلة دي. برا أناركي. هنزودهم 2 جنيه وربع كيلو، مش كتير يا ملك؟ الأسبوع ده ماشي زيادة رومية، وبلاش تضايقهم. الأسبوع الجاي عايز خصومات من نار يا مخلص، فهمني؟ عشان يتربوا. الله، صحيح الواد ده أناركي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هي البلد قال لي خيرها من شوية، ما هو كله من الأناركية ده.
معلش يا اسطى، ممكن تقفل الازاز اللي جنبك؟ مش عارفه اتكلم. وبعدين بقى احنا لسه في اول دور ونقول يا هادي والدنيا حر مولعه. طب ما تشغل التكييف وتقفل الازاز. هو مشوار مصر السويس ده فيه كام جنيه علشان اشغل التكييف يعني؟ وانا دافعلك عشان تسورني وداني سفرت من الهوا. ربنا يوصلنا على خير. الصباحه متشقلبه. وانت كده على طول بتشكل دبان وشك. اهو هيكتم العربيه وهنفطس على ما نوصل. مش سامعه المخلص الجمركي يا حنفي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ ما انا قلت لك نشتري عربيه على قدنا. كان زماننا مشغلين احمد عدويه ومعايا التكييف وبنشرب كنز بدل القرف ده. يوه احنا مش هنخلص بقى، مش هنخلص من الوش ده. دي شكلها بترفع له شبشب يا عم في البيت. افتح يا عم الشباك، افتح، احنا مش زيه. تقصد ايه يا اخينا؟ ما تحترم نفسك، خليك في حالك. اقفل يا اسطى الشباك. الله، اقفل، افتح، اقفل. هي مكنه الازاز دي لقيناها في الشارع ولا ايه؟ خلاص يا جماعه استهدوا بالله كده، قولوا يا صبح عايزين نوصل بالسلامه. والله لولا انك واحده ست انا كنت رديت عليك. اعتبرني مش واحده ست. هتعمل ايه؟ وريني هتعمل ايه. بنقول يا صبح كده يا جماعه وخلينا نوصل، اشغلنا على خير. يا جماعه ربنا يستر طريقنا كده. نقرا الفاتحه علشان نوصل بالسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت دايما كاسفني كده، مش واقف في صفي ابدا يا حنفي. يعني اتخانق عمال على بطال علشان ترضي يا نجاح؟ يا نجاح انا جسمي ما بقاش في حته سليمه بسببك. وبعدين انت دايما كده محبكه المواضيع. مش كفايه اني خدت اجازه من الشغل علشان اروح معاكي؟ كسبت انا ايه بقى من المشوار ده بالصلاه على النبي؟ مش احنا اتفقنا هنتغدى سمك وجمبري في الغريب؟ ولو المشوار خلص على خير هنكسب قرشين كويسين. موت يا حمار. ثم جمبري ايه وسمك ايه؟ ما تيجي نروح السخنه. سخنة ايه وسقعت ايه انت كمان؟ احنا رايحين نشتغل يا حنفي. نشتغل؟ ما هو ده شغل برضه. ما تنزل ايدك من على كتفها، مش كده يعني يا اخ؟ هو احنا ايه قاعدين في الميكروباص منظر ولا ايه؟ يعني ايه انزل ايدي؟ دي مراتي. واحنا ايش عرفنا احنا؟ يعني علق القسيم على ظهري ولا عامل لك ايه؟ شكلك كده مش هتتلم غير لما اوريلك مقامك. انت يا زفت، انت يا زفت اللي اسمك يلي اسمك اتنين، انت بني ادم انت. نعمين يا مالك. نعمين خدمك حسنين. يعني ايه اطلب منك فطار يا سي حسنين؟ العك اللي على السفره ده يا مالك. انا حضرت الفطار زي ما انت بتطلب، بيض، جبنه بيضه، طماطم، خيار، فلفل اخضر وعيش. انت بتسمي ده بيض؟ دي مزرعه فراخ يا بني ادم. انت سمعت كم بيضه يا حسنين؟ 12، 10 ليك واتنين لي. ايه واتنين ليك؟ يا ربي مش قادر استحمل. وعشر ليا ليه؟ حد قال لك ان داخل بطولة العالم في البيض المسلوق؟ انا قلت اغذيه، عم ابراهيم موصيني قبل ما ياخد الاجازة. يا رب تموت انت وابراهيم في ساعة واحدة. يا بني ادم انا باكل بيضة واحدة في الفطار ونص طماطم ماية، مش قفص طماطم، نص حبة طماطم والنص التاني يتشال للعشاء. انت فاكرني بصرف من مال قروني يا ولا؟ لا يا مالك، بس يعني الخير كتير والحمد لله. لما هو لا يا مالك، وكمان بتسلق نفسك بيض؟ انت مش بتاخد مرتب يا بيض؟ مع عم ابراهيم قال لي لو احتجت حاجه خدي، ثم دول بالطير يعني، دول اللي هيفرقوا في تل الفلوس اللي حداك يعني يا مالك. ايه تل فلوس؟ انت بتطر عليا؟ انت بتبص لي في القرش اللي جمعته بالشقه والتعب والغلب؟ انت مالك يا مالك؟ مالك؟ والله هجيب لك بطين غيرهم. رد عليا يا مالك، يا مالك.